جديد، استشارات طبية مجانية في مجال طب الفم والأسنان والفكين وأطقم الأسنان المتحركة الكاملة والجزئية. اللي لسه أول مرة بيشوفني أو أول مرة بيدخل على القناة، أنا الدكتورة إيريني أباجير، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان والفكين، ماجستير التركيبات المتحركة ورعاية كبار السن. قناتنا قناة الاستشارات الطبية المجانية، ولكن بحاول إني أكون معاكم بث مباشر أو دايركت لايف من حين لآخر لإجابة أسئلتكم واستشاراتكم الطبية في مجال طب الفم والأسنان والفكين وأطقم الأسنان المتحركة الكاملة والجزئية، ضمن سلسلة حلقات بث مباشر طبيب أسنانك على الهواء مباشرة، اسأل ونحن نجيب. بوعيش السلام، أهلا بيك، أهلا منورني أستاذ بوعيش. هنتكلم سريعا في موضوع مهم جدا أغلبكم بيسألوا فيه، وهو موضوع النوم بطقم الأسنان. أنا نفسي بس أعرف حاجة، ليه دايما أغلب طبعا أنت كشخص مرتجي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم كامل أو تركيبة بمشابك، عايزة أعرف ليه المرضى بتبقى عايزة تنام بالتركيبة؟ يعني ليه المريض دايما يسألني يا دكتور أنا عايز أنام بالتركيبة، رغم إن ده ممنوع منعا باتا، واتكلمت في الموضوع ده قبل كده، فحابة أعرف رأيكم أنتوا ليه بتحبوا تناموا بالتركيبة؟ أنا دايما بشبهها بالشخص اللي بيحب ينام بالجزمة والشراب، أو بيحب ينام باللكلوك مثلا، وده غلط صحيا جدا على الرجل. فأحب أسمع منكم، يعني في سيدات تقول لي مثلا أنا أحب أنام بالطقم عشان اصحى الصبح ما بقاش محرجه قدام جوزي، ولو ان ده طبعا مش مبرر خالص للنوم بطقم الاسنان وبرضه ممنوع، ولكن الرجال ليه انتوا بتبقوا عايزين تناموا بطقم الاسنان؟ دي برضه انا يعني عايزه احب اسمع ارائكم في الموضوع دوت. يعني انا شخصيا لو بلبس تركيبه لا احب ان انا اقلعها قبل ما انام، بلبس نظاره بقلعها قبل ما انام، بلبس سماعه بقلعها قبل ما انام، فمش عارفه ليه انتوا دايما تسالوا السؤال دوت. طيب أستاذ براء السلام عليكم، أهلا بيك منورني. أستاذ أحمد جاد مساء الخير يا دكتور، مساء الفل والأنوار. وفاء مساء الفل. الصوت غير واضح، تمام أستاذ براء الصوت غير واضح. طيب طمنوني يا جماعة، الصوت واضح ولا لأ؟ لأن في أستاذ براء بيقول الصوت مش واضح، ربما يكون هو عنده مشكلة في النت، لأن أنا المفروض النت عندي كويس والصوت عندي يعني ما شاء الله الحنجرة يعني بتوصل لغاية تحت، فانتوا طمنوني، لان ربما يكون هو عنده مشكلة، او طمنوني ربما يكون انا عندي مشكلة. يعني استاذ زهمان طمني على الصوت، استاذة وفاء، استاذ بعيش طمنوني على الصوت. تمام استاذ زهمان اهلا بيك منورني. استاذ براء عندك مشكلة في الصوت؟ طيب لا كلكم بقى تطمنوني معلش سريعا، الصوت سامعين؟ سامعين الصوت؟ طيب تمام أستاذ حميد، هلا، واضح ومنورة، شكرا جزيلا ليك، الصوت كويس تمام. طيب أستاذ أحمد، من أول ما ركبت الطقم وأنا بستعمل كوريجا، في وقت ما بحبش أحط اللزق بحس إنه واسع، إيه الدنيا؟ تمام، احنا ربما نكون يا استاذ احمد غلطنا ان احنا استخدمنا اللاصق من اول يوم استلام طقم الاسنان، ودايما بقول للاطباء اللي هم الصغيرين اللي هم يعني الاصغر مني اقول لهم ما ينفعش ان اول ما المريض تسلمه الطقم تقول له اللاصق كذا كذا، تستخدم اللاصق او تديله اللاصق هديه مع الطقم، لا احنا لازم نستنى فتره تطبيع الطقم، ان الطقم يثبت ويطبع في مكانه ونسيبه شويه ونديله فرصه ربما يثبت من تلقاء نفسه، بعد كده لقيناه ما ثبتش بنبتدي نستخدم بقى اللاصق. وقبل ما نستخدم اللاصق برضه بنرجع للطبيب، ارجع للطبيب، ربما حواف الطقم عندك محتاجه تتعدل، حواف قصيره محتاجه تطول، حواف طويله محتاجه تقصر، ده بيأثر جدا في ثبات الطقم، ولو في حاجه طويله بنقصرها بحكمه عشان التقصير زياده على اللزوم برضه بيقلل من ثبات الطقم. كمان حضرتك ممكن تجرب التبطين،
انك تضع بطانه لطقم الاسنان او ري لايننج لطقم الاسنان، سواء عند الطبيب او انك تعمله بطانه منزليه، وانا اتكلمت تشتري ايه وتعمل بطانه ازاي. لو فشلنا في كل دوت يبقى حضرتك هتضطر تستخدم لاصق طقم الاسنان، اما لو انت شاكك بقى ان الطبيب غير ماهر ومقاساته ما كانتش كويسه والمعمل غير ماهر، فبنتوجه لطبيب اخر، بناخد مقاسات تانيه ونعمل طقم جديد. ده لو انت شاكك في الطبيب. فهي دي الخطوات، اما تعديل الطقم، اما التبطين، اما اللاصق، اما تغيير طبيب الاسنان، اما بقى لو حضرتك الحاله الصحيه والماديه تسمح بنعمل زراعات ونحمل عليها طقم الاسنان. تمام؟ تمام. لا انا في سؤال فوتته استاذه وفاء. دكتوره انا خلعت ضرس، كنت عامله طربوش وعلاج عصب، تمام، كان فيه التهاب، خلعته قبل شهرين، هل ممكن أعمل زراعة لأنه ما عملش تطعيم عظم أو بون جرافت؟ مفيش مشكلة، هو لو محتاج بون جرافت هيحط لك في العملية، يعني هيحط لك في العملية بون جرافت. المشكلة مش في كده خالص، المشكلة احنا عايزين حجم العظم، هل حصل فيه تآكل جامد قوي لدرجة إنه ما ينفعش معاه البون جرافت؟ هل عندنا مشاكل صحية؟ سكر، سيولة في الدم، بنشرب سجاير، مدخنين، عندنا بناخد أدوية هشاشة عظام لفترات طويلة، بناخد علاج كيميائي للمنطقة العلوية من الجسم. يعني في شروط، شوية شروط كده للزراعة، لو انطبقت علينا شروط الزراعة الطبيب بيشوف العظم هل ده ينفع مع تطعيم العظام أو البون جرافت يوم الزراعة، تتعمل يوم الزراعة. فمفيش مشكلة كأن انت اتأخرت شوية، مفيش مشكلة، بس أهم حاجة العظم عندك يبقى كافي شوية، ما يبقاش برضو متآكل أوي زيادة عن اللزوم. تمام؟ أستاذ أحمد جاد أنا جاوبت على سؤالك. أستاذ دهمان الصوت واضح والصورة جيدة جدا جدا، شكرا جزيلا ليك، منورني. وفاء الصوت كويس، شكرا ليكي. أستاذ براء، أستاذ معلومة تاريخية، أهلا بيك وبقناتك الرائعة، شكرا جزيلا، مجهودات حلوة جدا على قناة معلومة تاريخية، شكرا ليك، الصوت ممتاز. تمام، الصوت ممتاز، شكرا ليكي. أحمد جاد الصوت تمام، شكرا. أستاذ براء نورتينا يا دكتورة، شكرا جزيلا ليك، منورني. السلام عليكم، شكرا يا دكتورة اتش جي، منورني. وفاء أنا الطبيب كان نصحني لما خلع الضرس إني أعمل تطعيم العظم مباشرة بس ما عملته، هل عندما أزرع ضرس؟ أنا خلعت الضرس قبل سنة، أنا ما عنديش سكر وعمري 37. ان شاء الله خير يا استاذه وفاء، يعني احنا حالات كتير قوي يعني ما بنحطلهاش عظم بعد الخلع على طول، يعني اغلب الحالات بنحطلها العظم او البون جرافت او العظم الصناعي يوم عمل الزراعه بقى، بعد سنه من الخلع، بعد سنتين من الخلع، بعد 3 سنين، مفيش مشكله. يعني حالات نادره قوي اللي بنحطلها العظم والجرح مفتوح بتاع الخلع، يعني مش قاعده يعني. فأهم حاجة ما يكونش حصل تآكل شديد جدا في عظام الفك، طالما ما عندكيش السكر، ما عندكيش هشاشة في العظام، يعني ما نتأخرش بقى عن كده عشان ما يحصلش تآكل شديد وبعد كده نقول لك ايه ما ينفعش الزراعة. أرجو إنك حضرتك تتوجهي سريعا للطبيب وتبتدي تعملي فحص. وبالنسبة لزراعة العظم، في ده أغلب الدكاترة بيحطوها يوم الزراعة مع الزراعة. تمام؟ أستاذ أحمد شكرا جزيلا لحضرتك وتسلمي من كل شر، شكرا جزيلا، تحية خاصة من الإسماعيلية، أهلا بيكم بأهل الإسماعيلية، منوريني، شكرا. لا ان شاء الله خير يا وفاء، ان شاء الله خير، يعني لا مش للدرجات دي، يعني مش عشان هو قال لك ما تحطيش، يعني الا لو انت بقى عندك قابليه لتاكل شديد جدا في عظام الفك، دي بقى قصه تانية. حتى لو كنت حطيتي عظم كان برضه هيتاكل، فيعني لو انت عندك قابليه لتاكل شديد في عظام الفك حتى لو كنت حطيتي العظم كان برضه هيتاكل. فاحنا يعني اغلبنا، يعني انا شخصيا لما كنت بزرع بحط العظم مع الزرعه، يعني بفتح وبحط العظم اللي انا عايزاه طبقا للاشعه، وبشتري الزرعة والعظم الصناعي مع بعض في جلسة واحدة بحطهم. فالموضوع مش مشكلة قوي. انا ابين لكم الوردة اللي ورا، في وردة هنا عايزة اجي كده شوية يمكن تبان. لا انا بعد كده هجيب المكتب كده شوية عشان الوردة دي تبان، عشان انا اول مرة اشوفها في التصوير. حاول اجي كده شوية يمكن تبان.
ممكن اجيب التليفون كده شوية. اه كده حلو تمام. طيب أستاذة وفاء، تمام. أستاذ براء، أنا خلعت ضرس شهر ولثة لسه ما التأمتش، إمتى ممكن أركب طقم أسنان؟ طالما بتقول اللثة ما التأمتش بقى ما ينفعش إن إحنا نركب طقم أسنان دلوقتي. حاسس بقى بعدم التئام، حاسس بحفرة، حاسس بتجويف، حاسس بالعظم لسه هش، كل الكلام ده. عشان كده بنقول يا جماعة نستنى 3 شهور. إحنا مش عايزين اللثة تقفل وتلتئم بس والعظم السريع يتكون، لا احنا عايزين عظم قوي يتكون، مش العظم الطوارئ السريع اللي الجسم بيعمله بسرعة علشان يقفل مكان الخلع. لا احنا عايزين نستنى لما العظم ده يترسب فيه كمية كالسيوم كافية وكمية معادن كافية ويبقى قوي عشان يستحمل ضغط التركيبة وما يتآكلش بسرعة، وبعد كده نقول التركيبة وسعت ليه وحصل تآكل في عظم الفك ليه. تمام، فاحنا بنستنى 3 شهور. دايما اقول لو ضرس يعني ممكن شهرين كفايه، يعني مفيش مشكله، لكن لو خلع اكتر من ضرس جنب بعض الافضل ان احنا بنستنى على الاقل 3 شهور. تمام، وواضح طبعا ان انت من شهر واحد غير كافي تماما بالنسبه لك، يعني برضو ده بيختلف من شخص لاخر حسب نسبه الالتئام ومناعه الجسم وقدرته على تكوين العظام وقدرته على التئام الجروح، طبعا بيختلف من شخص لاخر، ولكن نستنى شويه، شهر او شهر ونص كمان. ان شاء الله موضوع الحلقه الجايه هيبقى عن النوم بطقم الاسنان. ممنوع مانعا باتا النوم بطقم الاسنان. احب اعرف انتوا ليه بتحبوا تناموا بطقم الاسنان، وكم واحد منكم من اللي معايا بينام بطقم الاسنان وليه؟ يعني عايز اعرف انت بتنام بطقم الاسنان ولا لا وليه. تمام، لان الموضوع ده ليه مخاطر كبيره جدا كبيره جدا، هكلمكم عنها ان شاء الله في حلقه منفصله، هتبقى حلقة حلوة جدا بالصور التوضيحية وبالمقاطع المتحركة. حلقات يعني هعمل لكم حلقة حلوة قوي عن الموضوع دوت. انا كنت عاملة حلقة قبل كده بس واضح ان في ناس جديدة بتدخل ودايما تسأل لي السؤال دوت، يا دكتور ينفع انام بالطقم؟ فاحب اعرف سواء سيدات او رجال، انتوا بتناموا بالطقم ولا ما بتناموش، وتركيبتكم كاملة ولا جزئية، وحصل مشاكل على المدى الطويل ولا ما حصلش مشاكل. تمام، وليه انتوا اصلا بتحبوا تناموا بالتركيبه؟ لان اغلب مرتجي الاسنان بيحبوا يناموا بالتركيبه رغم ان ممنوع وخطر جدا، وهقول لكم اسبابه ان شاء الله في الحلقه اللي انا هسجلها. تمام، شايفة ناس بتدخل معايا على البث، شايفة ناس جديدة بتدخل النهاردة. استشارات طبية مجانية في مجال طب الفم والأسنان والفكين وأطقم الأسنان المتحركة الكاملة والجزئية. بكون معاكم على الهواء مباشرة، يعني على حسب نص ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، على حسب طبعا ما بلاقي كم الأسئلة وكم الحاضرين. بنقعد مع بعض، أي حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية بيكتبها أثناء البث المباشر وبنجاوب عليه في بث مباشر ضمن سلسلة حلقات طبيب أسنانك على الهواء مباشرة، اسأل ونحن نجيب. اللي لسه برضو أول مرة بيشوفني، لأن في ناس كتير بتدخل ما بتبقاش أصلاً مشتركة في القناة، معاكم الدكتورة إيريني أبادير، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان والفكين، ماجستير التركيبات المتحركة ورعاية كبار السن، وماجستير علاج الجذور، وبرحب بيكم في بث مباشر جديد اليوم. بنبه برضو اللي حابب يدعم القناة ماديا، تقدروا تشتروا سوبر ستيكرز أو سوبر شات أسفل الحلقة أو أسفل البث المباشر، الناس اللي عايزة تدعم أو تدعم القناة ماديا. ولكن إن لم تستطيع طبعا فتنورنا باللايك أو بالإعجاب بالفيديو، مهم جدا لدعم البث المباشر. أستاذ براء، اليوم سألت الدكتورة هل نوع الفليكسيت
يقبل الإضافة، جاوبتني يقل الإضافة أي عدد كان، يقبل الإضافة أي. تمام خلاص تمام، ما هو ده اللي أنا اتكلمت عليه. أهم حاجة لو هنعمل طقم أسنان مطاطي مرن، أو طقم الفلكسبل أو الفلكسيبل أو الفلكس، كل دي مسميات لطقم الأسنان المطاطي المرن، لابد إن حضرتك تتأكد من الطبيبة إنه بيقبل الإضافة، بيقبل الإصلاح لو اتكسر، بيقبل التبطين أو الريلايننج لو وسع، وعمره الافتراضي معقول، ولا يلتقط الصبغات والروائح الكريهة من الفم بكميات كبيرة، لأن أطقم الأسنان المطاطية المرنة الرديئة القديمة كان بعد سنة بالظبط تلاقي لونها صعب جدا وريحتها صعبة جدا، والمريض يضطر يرميها ويغيرها، وتكون هي ما عدتش على عمرها سنة أو سنة ونص أو سنتين. فلو أنت بالنسبة لك مش فارق معاك إنك كل شوية تغير الطقم، خلاص مفيش مشكلة، لكن لو فارق معاك يبقى الأفضل نسأل وناخد ضمان من الطبيب إن التركيبة نقدر نضيف عليها ونصلحها، تقبل الإصلاح والإضافة والتبطين. برضو نقطة مهمة، حضرتك بتكلمني على موضوع الحساسية. حضرتك كويس انك تسأل، لان اغلب انواع اطقم الاسنان المطاطي القديم الفالبلاست بيبقى بيحتوي على النايلون، تمام، علشان يديله درجة المرونة. ما كانوش بيستخدموا سيرمو بلاستيك ماتيريال حديثة، ولكن كانوا بيستخدموا النايلون. النايلون للأسف بيلتقط صبغات وبيربي رائحة كريهة وبيعمل حساسية مع بعض الناس، مش كل الناس، تمام؟ في ناس بتلبس النايلون الصناعي ما بيحصلهاش حساسية، لكن في ناس لا بتقعد تهرش ويبقى كلان ومضايقها والكلام ده كله. نفس الكلام بالنسبة للطعم، في ناس كان بيحصلها حساسية من النايلون. أستاذة علاء، أنا طالب طب أسنان، أهلا بيك، منورني جامعة الزقازيق سنة أولى، هل ممكن تنصحيني من خبرتك؟ وشكرا دكتورة. انت عايز النصيحة من حيث ايه بالظبط؟ من حيث الحياة، الدراسة، من حيث التخصص، من حيث الدراسات العليا، من حيث المذاكرة، من حيث انك تجيب تقدير عالي، من حيث المنهج الدراسي العملي، ولا المنهج الدراسي النظري والسكاشن والمحاضرات؟ انصحك كنصيحة بقى عامة كده، أنصحك أول حاجة طبعا إن أنت تحضر كل المحاضرات، كل المحاضرات، حتى لو الدكتور مش بتفهم منه أو دمه تقيل على قلبك أو مش مستلطفه، أنصحك إن أنت تحضر كل المحاضرات، وتحاول تقعد في الأول ما تقعدش في الآخر، حاول تقعد في الأول وتحضر كل المحاضرات وتكتب كل كلمة ورا الدكتور عشان ما تحتاجش لحد، مش كل شوية تروح لواحدة لو سمحتي سلفيني المحاضرة، لو سمحت أنا سلفني المحاضرة، حد سجل المحاضرة، أصل المحاضرة دي فاتتني، أصل أنا ما كنتش حاضر واتخذت غياب، فالكلام ده كله يبقى أنت معاك كشكولك بتاع المحاضرات في كل محاضراتك، حتى لو أجلت المذاكرة لأي ظرف من الظروف تبقى المحاضرة موجودة عندك، وكلام الدكتور مكتوب كلمة كلمة وراه، بتكتب كلمة كلمة وراه وقاعد قدامه منتبه. أنصح إن أنت تروح بدري ما تتأخرش، عشان لو اتأخرت هتخسر، وربما الدكتور يطلع صعب شوية ويقول لك لا خلاص ما تحضرش المحاضرة طالما جيت متأخر، ويبقى كده ضيعت المحاضرة عليك وما استفدتش، وترجع تاني تسأل الناس مين حضر المحاضرة والكلام الفاضي ده. تحضر كل السكاشن العملي والنظري، التشريح، بعد كده هتاخد بقى مواد أنف وأذن وبطنة وجراحة وتناسلية وجلدية وكلام كتير كده، لازم تحضره كله، ما تفوتش حاجة خالص. حاول تذاكر أول بأول، يعني أول ما ترجع تقرأ بسرعة المحاضرة اللي أنت كتبتها، وتقرأ من الكتاب أو الملخصات كمان اللي عندك. شيء مهم جدا برضو إنك تذاكر أول بأول عشان ما يتراكمش عليك، لو تراكم عليك هتحس بتوهان وبتوهة، خاصة لو في مواد صعبة أنت مستصعبها. يعني أنصحك كمان بعد ما تخلص البكالوريوس على طول على طول تحضر دراسات عليا، دراسات العليا على طول، يعني انا اول ما خلصت على طول عملت الماجستيرات بتاعتي والدبلومات والحاجات. ليه؟ لان انا دلوقتي حاليا في سني دوت، انا مش كبيره قوي يعني، ولكن يعني شويه ممكن اكسل اني ادرس بالطريقه اللي انا كنت بدرس بيها من 15 سنه او اكتر يعني، تمام؟ يعني انصحك ان انت اول ما تخلص دراسة تقدم على طول في الدراسات العليا،
هتبقى لسه بالحماس وبالصحة وبالمجهود وبالقدرة على العطاء والمذاكرة لسه حاضرة في دماغك، تمام؟ فأنصح يعني، وأنصحك لو تقدر تحضر ماجستير يكون أفضل من الدبلومات. معلومة تاريخية، ماذا نفعل مع التهابات اللثة والدم الناتج عن تفريش الأسنان وأسباب هذا؟ تمام. الحقيقة أولا أنا لمحت حد دعم القناة ماديا، هرجع تاني أخد الأسئلة، ولكن أنا بقلب لمحت أستاذة وفاء، شكرا جزيلا ليكي. اللي مش فاهم الاستيكر الأزرق ده إيه، ده دعم مادي للقناة. أستاذة وفاء شكرا ليكي، اشترت ستيكر أو سوبر شات أو سوبر ستيكر، ده دعم مادي للقناة، أولا بشكرها شكرا جزيلا، وهرجع تاني وآخد بقية الأسئلة. طيب احنا دلوقتي عند معلومة تاريخية بيسأل التهابات اللثة والدم، لازم نبقى عارفين السبب. هل احنا عندنا التهابات في اللثة عادية، الالتهابات اللي كلنا عارفينها اللي هي بتعمل نزيف أثناء الفرشة والمعجون؟ يبقى هنا بقى نروح لطبيب الأسنان. أول حاجة هنروح لطبيب الأسنان، إزالة طبقة الجير، تنظيف الأسنان، كحت اللثة، تلميع الأسنان. بعد كده في البيت بقى انا ابتدي فرشه والمعجون شغاله بعد الوجبات، واهم حاجه قبل النوم الفيل دانتير او الخيط الطبي، مهم جدا الخيط الطبي، تمام؟ لازم، لان الفرشه بتنضف من بره، مين اللي هيجيب اللي بين الاسنان؟ الخيط الطبي او الخله المائيه، تمام؟ الخله المائيه ممتازه. تفريش اللسان مهم جدا، تفريش اللسان. مضمضات الطبيعيه تشتغل بقى، مضمضه الميه دافيه وملح، مضمضه شاي احمر ممتاز، الشاي الاحمر كله تانيك اسيد وكله فلورايد وبيشد اللثه، تمام؟ وبيقلل النزيف وبيقلل الالتهابات والانتفاخ والإديمة وبيشد اللثة وبيقلل الرائحة الكريهة. مضمضة قرنفل، مضمضة نعناع، مغلي نعناع أو منقوع نعناع، أو نشتري بقى مضمضة من الصيدلية لو عندنا الدم كتير. هنشتري مضمضة من الصيدلية المادة الفعالة اللي فيها كلور هيكسيدين. لو أنت في مصر أو حضرتك في مصر هتلاقيها هيكسيتول أو أنتيسيبتول، دول مضمضات بتحتوي على الكلوروهيكسجين، بنستخدمها حسب إرشادات النشرة، ممكن مرتين أو 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع لغاية لما النزيف يبتدي يقل، تمام؟ دي عشان التهابات اللثة. إلا بقى لو حضرتك عندك نزيف في اللثة نتيجة لأمراض دم بقى، عندنا لوكيميا، عندنا هيموفيليا، نزيف الدم، مرض نزيف الدم، عندنا نقص حتف فيتامين سي، أنيميا، نقص حديد، فقر دم، كل الحاجات دي، ارتفاع في ضغط الدم، تمام؟ الضغط المرتفع بيعمل برضو ممكن نزيف، تمام؟ فنخلي بالنا برضو إن ممكن يكون في أسباب كتيرة غير التهابات اللثة العادية اللي احنا كلنا عارفينها. طيب أستاذ باسم، الأول أون فور وزراعات ألمانية ونوع طقم ثابت، ممتاز ممتاز، حيث نوعية الطقم، نوعية مادة الأسنان، تمام ممتاز. أنا اتكلمت قبل كده عن طقم الأسنان الأول أون فور دانشر، أو طقم الأسنان الكل على 4، وهو طقم أسنان بيبقى على 4 ذراعات بتحمل عليه طقم الأسنان كامل، تمام. حضرتك هتعمله متحرك ولا ثابت؟ حضرتك بتقول هتعمله ثابت، تمام، يعني هيثبته من فوق بمسامير عشان الطقم ما يتشلش، يعني ما يتلبسش ويتخلع، يبقى الطقم ثابت دائم كأنه أسنانك الطبيعية. أحلى مواد، في ناس بتحب البورسلين لكن انا شخصيا بفضل الزيركونيوم. زيركونيوم اللي هو الدرجه الحلوه من الزيركونيوم، يعني هاي فاليو كده، درجه نظيفه من الزيركونيوم بتديني نتائج حلوه سواء لقاعده الطقم او للاسنان نفسها، بتبقى زيركونيوم. وحضرتك تنقي او تختار لون الاسنان بعنايه، وتختار لون اللثه او الجزء اللثوي بعنايه. استاذه وفاء شكرا جزيلا ليكي، وشكرا لدعمك المادي للقناه، شكرا ليكي، منوراني أستاذة وفاء فاضل. أستاذة فاطمة، أمسية سعيدة يا دكتورة، منورة، منورة بنورك أستاذة فاطمة، منوراني، شكرا ليكي. كليو فراشة، كيفية التعود على طقم الأسنان السفلي الواسع؟ لا، ما ينفعش نتعود على طقم أسنان واسع، لابد إن احنا ناخد خطوة علشان نضيقه عشان نقدر نتعود عليه. أنا مش هقدر أتعود على جزمة واسعة، تمام؟ يعني مع اختلاف التشبيه طبعا، ما ينفعش أنا أكون بلبس مثلا 37
حذائي رقم مقاسي 37 وتديني حذاء 38 او 39 وتقولي لي اتعودي عليه، لا ما انا مش هتعود عليه وهيتحرك وهيعمل لي قرح وهيعمل لي التهابات ومش هعرف اكل بيه ولا اتكلم بيه، تمام؟ اخد خطوه وضيق الحذاء زي ما بنقول. طب الطقم اللي عندك دوت مع اختلاف التشبيه طبعا هضيقه ازاي؟ لازم اخد خطوه، ما ينفعش اتعود على حاجه واسعه. هروح للطبيب تقول له يا دكتور انا طقم الاسنان واسع، حضرتك تشوف لي حل عشان طقم الاسنان ده يبقى ثباته مقبول. احنا مش بنقول ثباته عالي قوي، احنا بنقول ثباته يبقى مقبول. ازاي؟ يبتدي يفحص الحواف، ربما يكون حواف قصيره عايزه تطول، حواف طويله عايزه تقصر، ونقصر بحكمه برضو عشان ثبات الطقم ما يقلش زياده. ربما يكون الطقم محتاج تبطين، قول له يا دكتور بطن لي، اعمل لي بطانه او ري لايننج لطقم الاسنان عشان يضيق. بطانه يعني ايه؟ يعني زي ما بحط فرش للحذاء، فرش او حته قماشه جلد، تمام، عشان اضيق الحذاء. نفس الكلام الطبيب بيعمله في المعمل او في العياده، او انت تقدري تعمليه في البيت. قلت قبل كده ايه اللي ممكن نشتريه؟ كيت التبطين، تقدري تبطنيه في البيت. تقدري تستخدمي لاصق طقم الاسنان، انا اتكلمت قبل كده على انواع لاصق طقم الاسنان كتيره جدا لتثبيت طقم الاسنان، واتكلمت على نوعين من اللاصق، البودره والمعجون، ازاي نستخدمهم سويا عشان نضمن درجات ثبات عاليه لطقم الاسنان. دي برضو اتكلمت عنها للناس اللي اللاصق مش جايب معاهم نتيجه. ربما يكون اصلا الطبيب بتاعك كان غير ماهر وما خدش المقاسات كويسه، تمام، والمعمل غير ماهر وما نفذش المقاسات كويسه، فربما تكوني محتاجه تغيير لقاعده الطقم او الذهاب لطبيب اخر تعملي طقم جديد وتسيبي ده استبن لو انت شاكه في الطبيب بتاعك، تمام. الحاله الصحيه والماديه تسمح، حضرتك اعملي زرعات، اعملي ولو زرعتين ميني، زرعتين صغيرين ميني تحت، وحملي عليهم طقم الاسنان هيدخل بالكبس وهيديكي درجات ثبات حلوه جدا، وهتعيشي حياتك الطبيعيه وهتنسي كل مشاكل طقم الاسنان المتحرك. لو حالتك الصحيه تسمح والحاله الماديه تسمح، ارخص حاجه في الزراعات هما زرعتين ميني صغيرين يتحطوا تحت. استاذ دهمان، انا ما بنامش بطقم الاسنان، بركبه من الصبح للمساء وقبل النوم بقلعهم. ممتاز والله، هذه اسبوعين على استلمت الطقم والحمد لله، اليوم مفيش ألم، ممتاز، وباكل طبيعي وكويس قوي حتى أشعر براحة. يعني حلو الكلام الإيجابي، شكرا جزيلا للكلام الإيجابي الجميل اللي بيشجع الناس، لأن في ناس كتير متضايقة من طقم الأسنان وعامل لها اكتئاب وضيق وتوتر ومش مرتاحين، والطقم واسع والطقم بيقع والطقم مش عارف آكل بيه ومش عارف أشرب بيه. فأنت حضرتك من الأقلية المحظوظة اللي قدرت تستوعب وتتأقلم على طقم الأسنان سريعا، وده شيء حلو جدا، حضرتك محظوظ، ويا ريت دايما تنقل لنا طاقة إيجابية للآخرين من خلال البث المباشر أو التعليقات تحت الحلقات، لأن ناس كتير متضايقة جدا، ناس كتير بتستنى كلمة زي ديت أو تجربة إيجابية تديهم أمل وتفرحهم بطقم الأسنان، لأن في ناس كتير جدا عندي على القناة طبعا عاملين أطقم مش مرتاحين فيها. نقطة كمان، ممكن بصفة استثنائية مؤقتة ننام بطقم الأسنان الكامل، مش الجزئي، الكامل، ممكن ننام بيه أول أسبوع فقط للتعود عليه، وبعد كده بمنع النوم بيه. ملحوظة صغيرة جدا يا أستاذ دهمان، حلو جدا إنك بتخلع طقم الأسنان قبل النوم، وده بيقلل لي من تآكل عظام الفك وبيحسن لي الدورة الدموية وبتخلي الفم يتنفس وبترتاح من طقم الأسنان وتحطه في المحلول المطهر المنظف، حلو جدا. ولكن أنصحك برضو نصيحة إنك تاخد منه راحة من ساعتين لثلاث ساعات خلال فترة النهار، تريح الفم، نشيل الضغط الدائم من الطقم على العظم علشان نقلل من تآكل عظام الفك ونسمح بتنشيط الدورة الدموية للثة، ونعمل تدليك أو مساج دائري لمنطقة اللثة. ده هتبقى على المدى الطويل تآكل عظم الفك يقل شوية، ما يبقاش زيادة، تمام؟ أستاذ الفايز، مساء الفل، أهلا بيك، منورني. أستاذة فراشة، مع العلم هو غالي الدينار الجزائري 8 مليون، تمام. اتش جي، نفسي أعرف وفاء كيف دعمت القناة يا بنتي، عرفينا كيف ندعم القناة.
استاذ اتش جي بيسال استاذه وفاء دعمت القناه ازاي. لو طلعت فوق شويه هتلاقي حضرتك ستيكر لونه ازرق، استاذه وفاء بعت دعم مادي. حضرتك لو عايز تبعت دعم مادي زيها بتدوس تحت، هتلاقي جنب المحادثه اللي حضرتك بتعملها في تحت على اليمين، تمام، علامه دولار، علامه اس كده وعليها خط كده، دي علامه دولار. لو حضرتك دوست عليها هتطلع لك ستيكرز بفئات مختلفة، بتبدأ من يمكن دولار أو اتنين، يعني بتبدأ من 99 سنتيم كمان، حاجة زي كده. دي بتبقى فئات، حضرتك بتدوس عليها على طول بيوصل الدعم، تمام؟ أتيكو، مساء الخير دكتورة، شكرا جزيلا ليك. أم أنس، السلام عليكم، تكفيني يا دكتورة، وش حل التقيؤ أثناء إدخال طبيب الأسنان يده بداخل الفم؟ حضرتك دي المشكلة دي في ناس كتير بتعاني منها، وأنا عملت حلقة مخصوص عن علاج الغثيان والقيء عند زيارة طبيب الأسنان، خاصة عند أخذ المقاسات، سواء أخذ مقاسات أو مش أخذ مقاسات. بقى عندنا مشكلة الغثيان والقيء، وإني عايزة أستفرغ زي ما بيقول بالعامية، او عايز ارجع. الموضوع ده بيعمل مشكله مع ناس كتير، والطبيب ما بيبقاش عارف يشتغل. حضرتك انصح طبعا قبل ما تروحي لطبيب الاسنان، لو عندك المشكله دي كبيره قوي، حضرتك تاخدي مضاد للغثيان والقيء. يعني حضرتك موجوده في مصر، اعتقد ان حضرتك مش مصريه، هتلاقي اي في الصيدليه، روحي للصيدلي قولي له يا دكتور عايزه اي قرص فعال مضاد للغثيان او انتي فوميتنج. في مصر حاجه اسمها فومي ستوب، ممتاز، تمام. تاخدي القرص، اقري النشرة، تاخدي القرص قبلها، قبل زيارة الطبيب بقد ايه، بنص ساعة، بساعة، بحيث تشتغل وانتي هناك، تمام؟ تاخدي القرص، وممكن تدهني الفم كله قبل ما تروحي لطبيب الأسنان بمخدر موضعي فموي من الصيدلية، تمام؟ هتشتري مخدر موضعي، مرهم أو رش من الصيدلية، بس أهم حاجة ما تعمليش رش ورا في منطقة سقف الحلق. لو سقف الحلق من ورا اتبلج هتلاقيه نزل وهبط وسقط وعامل لك ضيق تنفس. فإحنا بنخدر الفم بس بعيد عن منطقة سقف الحلق من الداخل قوي، تمام؟ خدري كده اللسان، خدري كل المنطقة دي قبل وانت قاعدة بره في انتظار طبيب الأسنان. امسكي كده مرهم واشتغلي، ادهني كل الفم بالمخدر الموضعي، إلا لو الطبيب عايز احساسك معاه في حاجه معينه. انت عارفه طبعا رايحه للطبيب ليه، تمام، دي بقى قصه تانية. لكن لو الطبيب مش محتاج احساسك معاه، يبقى انصحك بالاتنين دول، وانصحك ما تبقيش واكله اكله يعني تقيله قبل ما تروحي للطبيب، ما تبقاش ماليه معدتك على الاخر، شتتي تفكيرك اثناء وجودك عند الطبيب. اقعدي قولي كده انا مش هرجع، انا مش هرجع. يعني ايه، شجعي نفسك وحاولي تسرحي او تفكري في حاجه تانية، اعملي ديستراكشن للمخ، يعني شتتي مخك في حاجه تانية، افتكري حاجه، احداث حلوه، اسرحي شويه، يعني ما تبقيش منتبهه قوي للموضوع دوت. وفي ناس بتقول لك ايه، لما بتدوس على المنطقه دي كده الاحساس الغثيان بيروح، فانا ما اعرفش يعني ما جربتهاش، بس في ناس تقول دكتور انا لما بضغط في الحته دي احساس الغثيان بيروح، تمام. برضو انصحك بتدريبات النفس، يعني لما الطبيب يحط ايده وتحسي ان انت عايزه ترجعي، خدي نفس عميق، واحد اتنين تلاتة، تدريبات النفس بتحسن برضو. خلي الدكتور لو عنده مثلا تكييف او حاجة او حرانة يفتح لك التكييف او يفتح لك تهوية ايا كان، ولكن اهم حاجة وانت بتاخدي نفس عميق ما يكونش الطبيب حاطط حاجة في فمك تدخل على الرئة، يعني لا قدر الله، يعني خلي بالك برضو. طيب نكمل. أستاذ أتيكو، مساء الخير، أهلا بيك، السلام عليكم، تمام. أم أنس، فراشة، أنا أستعمل فيكسودنت. بص يا فراشة، لو أنت لازم تعالجي مشاكل الطقم الأول زي ما قلنا، تعديل الحواف، التبطين، وبعد كده تيجي مرحلة اللاصق عشان يعمل مفعول. لو أنت الفيكسودنت مش جايب معاكي، جيبي فيكسودنت المعجون وفيكسودنت البودرة واستخدميهم مع بعض بالطريقة اللي أنا قلت عليها في حلقة من حلقاتي. عايزة الحلقة ديت بعد ما نخلص البث، اكتبي لي تحت أي حلقة قولي لي يا دكتور اكتبي لي طريقة اللاصق المعجون والبودرة سويا اللي بتديني درجات ثبات عالية، وأنا هبعت لك رابط الحلقة تشوفي بستخدم إزاي الاتنين مع بعض
البودرة والمعجون الفيكسودنت عشان تديني درجات ثبات أعلى شوية. أنس ويش اسمه بالسعودية؟ لا الحقيقة أنا مش عارفة اسمه التجاري بالسعودية، فأكيد حضرتك هتروحي للطبيب الصيدلي، أسفة، هتروحي للصيدلي وتقولي له يا دكتور أنا عندي غثيان وقيء، لما بروح لطبيب الأسنان من فضلك انصحني آخد أقراص إيه أقدر آخدها قبل ما أروح زيارة الطبيب الأسنان بقد إيه علشان تعمل مفعول معايا وأنا جوه العيادة. تمام، هيديكي أي أقراص مفيش مشكلة، هو عارف بقى الأسامي التجارية. تمام، في مصر في حاجه اسمها فومي ستوب ممتازه يعني، لكن في السعوديه اكيد حضرتك في اسامي تجاريه كتير او صناعات محليه، حضرتك بتروحي بتقولي عايزه مضاد للغثيان والقيء. اكل فواكه ينفع قبل موعد بساعتين كويس؟ انت تبقي عارفه ايه الحاجه اللي بتاكليها خفيفه على المعده وفي نفس الوقت تغذيكي وما يجيلكيش هبوط وانت قاعده عند الطبيب وما تبقيش برضو جعانه، ما احنا مش عايزينك تبقي جعانه وهبطانه ونفسك رايح عند الطبيب، ربما الطبيب يطول معاكي ساعه ولا حاجه. فانت كلي الحاجات اللي بتريحك انت عارفه معدتك. تمام، حته وجبه صغيره، حته لقمه صغيره مثلا بحاجه، ثمره فاكهه، كوباية زبادي، نص كوباية زبادي، لو الزبادي كاملة هتعوم لك معدتك. حاولي ما تشربيش مشروبات كتير قوي يعني تعوم لك الدنيا وتخلي معدتك عايزة أول ما ترجعي تلاقي الأكل طلع ومع السوائل والمية، ما تكتريش مية قوي قبل ما تروحي. أنت برضو عارفة معدتك، ولكن أنصح بوجبة خفيفة مغذية، ما تبقيش قاعدة عند الطبيب جعانة أو هبطانة أو سكرك نازل ويجيلك هبوط. تمام؟ انا معاكم بس بظبط بس حاجة في ال شكرا جزيلا يا ام انس. صح عندك حق، بعمله في كتير من الاحيان ما بلبسوش يوم كامل وعادي. تمام، احنا مش عايزين نتاخر عنه يوم كامل، عايزين نلبسه ولكن نريح منه ساعتين ثلاثه في فتره النهار ونخلعه قبل النوم. حلو جدا، ولو هنخلعه هنحطه في المحلول المطهر بتاعه في الميه يفضل رطب، ما بنحطوش بدون ميه، لا لازم نحطه في الميه بتاعته، وما نحاولش ما نتأخرش عليه يعني، لو حصل أي ظرف وما لبستوش يوم لا ما نحاولش نكتر يعني، على طول إيه نلبسه على طول. تمام؟ كليو فراشة، نعم هو مفعول، اللاصق ثباته عالي وجيد جدا، أنا ما عنديش مشكل مع اللاصق. تمام، ممتاز، كويس انك ما عندكيش مشكله مع اللاصق، يعني في ناس كمان بتستخدم اللاصق وبرضو الطقم مش بيثبت معاها. أم أنس، دكتورة هل ممكن يعملوا يوم كامل لعلاج عصب؟ يعملوا عملية يوم كامل لعلاج عصب الأسنان؟ أنت قصدك بنج كلي يعني، تخشي بنج كلي وتعملي علاج عصب لكل أسنانك؟ أه ممكن، بس لا الأفضل إن أنت لا صعب، أنت هتعملي كام سنة يا أم أنس؟ كام ضرس؟ يعني الطبيب بيعمل ضرس واحد او سنة وسنتين عصب في اليوم لمريض واحد، يعني المريض بيتعب والطبيب بيتعب، يعني انا لو مريض وهعمل سنتين ضرس عصب سنتين ماشي، لكن ضرس كبير وسنة يعني يعني
لكن صعب يعمل لك اسنانك كلها. انت هتعملي كام ضرس يا ام انس؟ وعايزه كام جلسه؟ ولا انت بتتكلمي بنج كلي وتعملي الاسنان كلها؟ ممكن، بس انا ما رشحش يعني انك تاخدي بنج كلي بمخاطر البنج الكلي علشان اسنان، عشان تعملي اسنانك يعني، الا بقى لو في مشاكل في اللسان، مشاكل في سقف الحلق، مشاكل في الغده اللعابيه، مشاكل في الفك يعني. لكن لو حضرتك عندك مشكله قوي مع موضوع الغثيان والقيء وجربتي كتير قوي 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 بقى ومش نافع، ممكن تدخلي بنج كلي وتعملي، الطبيب بيعملك علاج العصب بتاع كل الضروس، وبالمره بقى لو في حاجه عايزه تتعمل لها طربوش، حاجه مسوسه تتعمل، حاجه اتخلعت عايزه تتخلع، بيبقى بيعمل لك بقى. لو انت هتخشي بنج كلي يبقى تعملي بقى كل عمره لسنانك بقى كلها بالمره بقى، طالما هتاخدي بنج كلي. تمام. طيب استاذ محمد، السلام عليكم، عندي استفسار، ما هي اقصى مده لطرق طقم الاسنان كامل في اقراص التنظيف؟ لا هي يعني حضرتك هتسيبها، حضرتك مش هتلبسه وهتخزنه، يعني هتخزنه مده بقى، انت بتتكلم على مده طويله تخزين يعني. حضرتك بتحطه في الاقراص المطهره المنظفه المناسبه لنوع طقم اسنانك. تمام. بتحط الكوبايه ميه فاتره وبتحط القرص الى كامل الفوران والذوبان، وبعد كده بتحط فيه طقم الاسنان. لو حضرتك مثلا لظرف من الظروف، ولكن ما انصحش يعني، ظرف من الظروف مش هتلبس طقم الاسنان لمده مثلا اسبوع او 10 ايام، او طقم استبن عندك قديم وعايز تحتفظ بيه، هتكب كل يوم او كل يومين بالكتير الميه، وتحط ميه جديده بالاقراص، او لو التركيبه ما فيهاش معدن ممكن ميه وخل من حين لاخر، ميه ومعلقه خل من حين لاخر كبديل للاقراص لو ما فيش الطقم بتاعك ما فيهوش معدن. تمام. لا ما فيش مشكله، ممكن يقعد بالاقراص، ولكن حضرتك لازم تكون الطقم نظيف، ونحاول نغير الميه كل يوم. ولو احطه على المدى الطويل يستحسن ان انا ما احطش قرص كامل، يستحسن ان انا اقسم القرص اتنين او اقسمه ثلاثه كمان يعني، عشان ما يبقاش مركز قوي على الطقم. لو حضرتك بتلبس طقم الاسنان وبتتكلم على النوم، انا لازم بخلع طقم الاسنان كمريض، اخلع طقم الاسنان واحطه طول فتره النوم في الاقراص، 8 ساعات او التسع ساعات بتوع النوم او العشر ساعات بتوع النوم بحط فيهم طقم الاسنان بالاقراص الفواره. في اقراص مكتوب عليها 5 دقائق وعشر دقائق وربع ساعه، وفي اقراص تانية بيبقى مكتوب عليها توت لانوي، يعني كل يعني طول الليل، طوال فتره الليل. تمام. في اقراص للنقع تفضل معاك طول فتره الليل او طول فتره النوم. استاذه فايزه، معلش اسفه، استاذه فايزه، استاذ الفايز، دكتوره بعد اذنك، في شخص اعرفه كان عنده تخلخل بالاسنان، ونصحه طبيب شعبي بشرب عصير الملفوف او الكرنب، وبعد مده قصيره رجعت الاسنان لوضعها الطبيعي والحمد لله. ممتاز، ماشي يعني، انا ما سمعتش عنها بس ممتاز ممتاز، الحمد لله ان هي رجعت لوضعها الطبيعي. استاذ انس، ايوه انس 4 اضراس. تمام. ايوه، علشان التقيؤ والغثيان للاسف حاولت 5 مرات بمركز ما قدرت اتحمل. خلاص، بتحددي مع طبيب يكون ماهر، بيتفق مع طبيب تخدير ماهر، بس تقولي له بقى يا دكتور طالما انا هدخل بنج كلي، معلش اعمل لي بقى زي ما بنقول بالبلدي كده، اعمل لي عمره في اسناني كلها بقى، يعني لو محتاجه تنظيف، تلميع، تبييض، طرابيش، برد، تسوس يتشال، علاج عصب، تحضير لطرابيش، تحضير لزراعه، خلع اسنان، محتاجه اي حاجه يا دكتور خلصها لي، عايزه اطلع ما يبقاش عندي اي مشاكل في اسناني بعد العمليه. تمام. فراشه، جو سوي الجيريان، حضرتك جزائريه، اهلا بيكي، جوفو ريميرسي بوكو، ميرسي بوكو افو، ميرسي. شكرا فراشه، منوراني. ترجمة
بالنسبة كان حد بيسألني على الخلخلة، أستاذ الفايز، أنا برضو عاملة حلقة حلوة جدا عن موضوع خلخلة الأسنان، بس بصراحة مش قايلة وصفة معينة يعني أو شرب حاجة معينة علشان الأسنان تثبت، ولكن متكلمة بطريقة شوية يعني بطريقة علمية، يعني أسباب الخلخلة سبب سبب والعلاج المتاح لكل حالة على حسب برضو درجة الخلخلة. أنس، شكرا يا مو أنس. I am أنس. I'm أنس، أنت أنس. أنا مش عارفة ليه قريتها مو أنس. ولا أم أنس حد تاني. شكرا، I am أنس حبيبتي، شكرا ليكي. أستاذ محمد شكرا، أستاذ زهمان شكرا ليك. بفكركم باللايك، اللي لسه ما حطش اللايك او اللي لسه ما حطش اعجاب، اتمنى منكم اعجاب بالفيديو. حطوا لايك، اللايك مهم جدا، اللايك بيخلي الناس توصل لها اشعار بالبث المباشر، يستفيدوا معانا بالبث المباشر، القناة طبعا تكبر اكتر بيكم وليكم ولغيركم، فاللايك مهم جدا، وانكم تشاركوا البث مع الاخرين. ناس كتير بتسألني على موضوع الدعم المادي، كتير بتوصلني رسائل. الدعم المادي موجود عندكم تحت علامة الدولار ديت، تقدروا تبعتوا بيها سوبر ستيكرز وسوبر شات، دي بتقدموا دعم مادي للقناة. أستاذة آر اتش، تكلمت مرة عن طقم أسنان جاهز يوضع فيه الماء الساخن ويرطب، كيف أعرف ما هو مقاس طقم أسناني؟ الحقيقة أنا اتكلمت عليه، ولكن دايما بقول تنبيه مهم جدا، اللي هو اسمه ايزي دانشر، أو كان في نوع تاني برضو اتكلمت عليه. دايما بنبه بقول ان ده طقم اسنان غير دقيق، مؤقت وفوري، بنستخدمه للحالات الغير قادره تماما على الذهاب لطبيب الاسنان. ربما شخص عنده صرع، عنده مرض نفسي، عنده مرض عقلي، عنده شلل رباعي، عنده عامل عمليات كبرى او عمليات عظمى، شخص مسن قوي ما يقدرش يتحرك وطبيب الاسنان ما يقدرش يروح له، يعني احنا بنتكلم في حالات طارئه جدا، لانه طبعا لا اضمن دقته ولا ثباته ولا حاجه خالص. انا شخصيا في اطباء زمايلي كانوا بيستخدموه كطقم مؤقت في العياده، يعني المريض يخلع فيعملوا له الطقم دوت، بيتحط في الميه وميه دافيه كده او ميه سخنه، ويبتدي يشكله ويلبسه الطقم وهو طالع من العياده، على اساس ان هو ايه، خلع من هنا وحط طقم اسنان مؤقت فوري من هنا، بيتعامل معاه ويتعايش معاه لغايه لما نعمل له طقم الاسنان الدائم. تمام؟ عايزه تجربيه جربيه، مفيش مشكله، ولكن طبعا انا مش مسؤوله عن اي حاجه في طقم الاسنان الفوري المؤقت، يعني هو باين من اسمه ان هو فوري ومؤقت وغير دقيق. ولكن في ناس بترتاح فيه، عشان اقول الحق برضه، خليني اكلمك بصراحه، في ناس بترتاح فيه. مقاس الفم هو في مقاسين، في مقاسين، يعني بقى حضرتك بتاخديها كده بقى بالتجربة، يعني مثلا في ناس عندها الفك العلوي كبير وعندها ضب، كان عندها ضب او عندها بروز في الفك العلوي، فهتجيب المقاس العالي، وعندها مثلا الفك السفلي صغير شوي، تمام، او الدقن فيها تراجع والدقن صغنونة والفك صغير، فهتجيب مقاس صغير تحت. فانت بقى بتعمليها كده ايه، بالسنس، يعني بالاحساس، ما هتعملي ايه، تمام، وفي ريسك طبعا ان انت تاخدي مقاس غلط، تمام، فانت على قد ما بتقدري بتحاولي انك توصلي لمقاس صح. وتقريبا في مقاسين او 3 مقاسات برضو، راجعي ربما يكونوا نزلوا مقاس تالت، انا عارفه اخر حاجه كانوا مقاسين، تمام، ولكن انا طبيب مع الخبره بشوف، لا ده فوق احتاج المقاس التاني وتحت احتاج المقاس التالت، بتبقى بالخبره يعني. ولكن انت طبعا لو هتطلبيه اونلاين من غير ما تشوفي المنتج، فهتضطري طبعا انك تجيبيه وبتجربي. استاذه وفاء، اهلا بيكي منوراني. هل نجاح زراعه ضرس نفس وقت نجاحها كبير؟ طيب حضرتك بتسألي على حاجة اسمها الذراعة الفورية،
تمام، الذراع الفوري. يعني ايه؟ يعني لما الطبيب بيخلع بيحط عظم صناعي لو محتاج، وفي الجرح وهو الجرح موجود كده بيحط عظم صناعي لو محتاج، وبيحط الزرعة ويربطها، تمام، ويحط لك تركيبة مؤقتة تفضلي عايشة بيها لغاية لما تعدي من 3 ل 6 شهور الزرعة تمسك في مكانها، وبعد كده تروحي له يحط لك التركيبة أو الطربوش النهائي على الزرعة دي، اسمها الذراع الفورية. هي ممتازة وهتحافظ على عظام الفك من التآكل. انت بتحطي على طول فوري، يعني ما بتخليش العظم يلحق يتاكل، انت سنه خلعتيها وحطيتي زرع، تمام. ولكن هي ليها شروط، هي ليها شروط. اولا، مش كل الاطباء اللي بيعرفوا يحطوا ذراعه فوريه، خليني اكلمك بقى بصراحه، ده كواليس كده من ورا الكواليس، ها، مش كل الاطباء بيعرفوا يعملوا ذراعه فوريه، عايزه طبيب شويه ايه، متمكن. فالطبيب اللي مش متمكن ممكن يقول لك لا، زراعة مؤجلة، ممكن حالتك تبقى محتاجة زراعة مؤجلة، وممكن هو يكون ما بيعرفش يحط زراعة فورية، عشان نبقى عارفين، ممكن انت تبقى حالتك محتاجة انتظار، وممكن يكون هو ما بيعرفش يحط زراعة فورية، ومنظر الجرح يعني في أطباء كتير ما بيعرفوش يعملوا زراعة فورية، بيعرفوا يعملوا الزراعة المؤجلة. طيب، شروط الزراعة الفورية ايه؟ لازم العظم عندك يكون كافي في الأشعة من الأول، بيكون الطبيب محدد. تاني حاجة، إن الطبيب وهو بيخلع ما يكونش لعب كتير زي ما بنقول بالبلد. يعني إيه لعب كتير؟ يعني ما قطعش في اللثة كتير، الخلعة كانت صعبة، كسر حتة عظمة وطلعت بالضرس معاه وفقدنا عظم، تمام؟ ما يكونش استخدم الحفار، ما يكونش فصل جدرين عن بعض وطلع الضرس حتة حتة وبهدل الدنيا، تمام؟ ما يكونش المريض نزف، ما يكونش عنده نزيف المريض وعمال يشر في دم واحط زراعه فوريه، تمام؟ ما يكونش المريض ده عنده مشاكل صحيه وعنده مشاكل في الالتئام وعنده تكوين العظم ضعيف، او عنده مشاكل في الكالسيوم او فيتامين دي ومحتاج لسه يظبطهم، واقوم انا حاطط له زراعه فوريه، تمام؟ ما يكونش فيه تورم، تمام؟ لان احيانا في ناس تخلع من هنا مع الشغل والمجهود تلاقي ايه، اللثه عنده ورمت وانتفخت، ما ينفعش احط زراعه فوريه. فهي ليها، هي جميلة قوي وهتحافظ على عظم الفك وممتازة، تمام، ولكن ليها شروط. إن لم تنطبق الشروط بنضطر إيه، نقفل عادي والمريض يروح ويغيب شهر 2 3 على حسب بقى ما الطبيب يتابعه بالأشعة، وبعد كده بنضطر بقى نفتح تاني ونعمل زراعة عظم لو محتاج، أو بنعمل الزراعة المؤجلة، تمام. أهم حاجة يكون المريض ما عندوش تآكل شديد جدا في عظام الفك عشان نلاقي مكان نحط عليه العظم ونبتدي نزرع. ولكن ان شاء الله خير، يعني انا اتوقع ان سنك صغير وما تاخرتيش قوي يعني، فاتوقع ان شاء الله ان شاء الله خير، ويبقى طمنيني بالاشعه، وبيعمل بيفتح بيعمل زراعه عظم لو محتاج، وبيحط الزرعه في نفس جلسه الزراعه، وطبعا بيديكي فرصه التئام او التحام الزرعه مع العظم مده 3 او 6 شهور على حسب هي فوق ولا تحت، وحسب حاله العظم والالتئام والكلام ده كله، بيتابع بالاشعه. بعد 3 شهور 6 شهور ايا كان، بترجعي تاني للطبيب بياخد لك مقاسات علشان تعملي التركيبه النهائيه. طبعا بتركزي في اللون بتاع الاسنان، بتختاريه مع الطبيب، وبتركزي لو هتحطي جزء لثوي بتركزي برضو في درجة اللثة أو اللون اللثة، لو هيبقى فيه قاعدة للطقم أو قاعدة للسنة أو للضرس اللي هتختاريه. أنس، لا أنا أنس، تمام، أنا خدت بالي، صحيح، بس ما قصرتي، شكرا جزيلا ليك. استاذ ار اتش، شكرا على الاجابه، شكرا ليك. وفاء، انا خالع الضرس وكانت مكسره زي ما قلتي، كانت صعبه في الخلع، قال لي ارجعي بعد 4 شهور ونشوف كيف العظم، بس هو نصحني اعمل تطعيم عظم، بس انا ما عملتهوش، قال لي لما ترجعي ونشوف كيف صارت. تمام، يعني من كلامك كده واضح ان مفيش مشاكل قوي، يعني واضح ان انت يعني الطبيب نصحك فانت قلتي له لا، فهو قال لك طب نرجع بعد كام شهر ونشوف، الخلعه مثلا كانت صعبه شويه. ف تمام، يعني انا حاسه من كلامك ان خير، يعني ان شاء الله برضو تطمنيني بالاشعه لما تعملي اشعه، طبعا هو يتابع بالاشعه،
وهيفحص بعينه ويشوف برضه، تمام. والخلعة كانت صعبة، يعني ايه يعني كانت صعبة في الخلع؟ يعني ما هو المريض يحس ان هو صعبة، لكن بالنسبة احنا بنقول صعبة لما يكون الضرس مثلا اتخلع بجزء من العظم، مثلا كسر حتة من العظم وشالها كده ورماها، دي بنقول عليها خلعة صعبة يعني. يعني فبرضو انتي ما تحسيش بمشاكل يعني. ف وهو نصحك تحطش عظم ليه؟ عشان العظم يبقى أقوى يعني، ولا هو كسر مثلا حاجة أو في قطعة عظم اتكسرت منه مثلا؟ يعني في كل الأحوال أنت كده كده هتروحي وهتعملي الأشعة وهتطمني وهتطمنيني ونتابع مع بعض إن شاء الله. بصي أنا عاملة سلسلة حلقات كاملة، بلاي ليست، سلسلة قائمة حلقات كاملة عن كل ما يخص زراعة الأسنان، من أول شروط زراعة الأسنان، تعليمات ما قبل وضع الزرعة، تعليمات ما بعد وضع الزرعة، تعليمات للحفاظ على الزرعات مدى الحياة، أفضل أنواع الزرعات، كيفية اختيار طبيب الأسنان الماهر في الزراعة، الناس الممنوعة من عمل زراعة الأسنان، الزراعة مع مريض السكر، الزراعة مع مريض هشاشة العظام، الزراعة مع المدخن. يعني عاملة سلسلة حلقات كاملة أنصحك إن أنت تشوفيها قبل الزرعة، هتلاقيها قائمة التشغيل. لو ما لقيتيش قائمة التشغيل دي بتاعة الزراعة، اكتبي لي تحت أي حلقة يا دكتور ابعتي لي قائمة التشغيل بتاعة زراعة الأسنان، وأنا هبعت لك الرابط، تفتحي هتلاقي حلقات حلوة جدا جدا، وكلها كلها هتبقى مفيدة بالنسبة لك. خلعها مكسرة، مفيش مشكلة مكسرة، مفيش مشكلة، بس أهم حاجة ما يكونش استخدم الحفار الموتور، تمام. الموتور ده بيشيل عظم معاه، تمام. ما يكونش مثلا وهو بيخلع الجدر دوت طلعت حتة عظم من عظام الفك معاه، بس هو ده اللي بنقول عظم يعني خلعة صعبة. لكن كون ان هو اتكسر مش مشكلة، ما انا ممكن اشيل واطلع الحتة المكسورة، مش هي دي الصعوبة. الصعوبة ان انا استخدمت الحفار، حفرت طلع الجزء اللي متبقي بالحفار، فطبعا كل شوية من العظم يمكن، او كسر جزء من العظم وطالع كده مع السنة، دي الخلعات اللي بنقول عليها صعبة، اللي بيها تستدعي ان احنا نحط زراعة عظام، او تستدعي ان احنا نأجل شوية موضوع وضع الزرع. ما ينفعش زرعة مؤقتة زرعة فورية وانا لسه كسر عظم المريض يعني لا قدر الله، فدي الصعوبة. لكن ان هو اتكسر منه اسفة يعني، ما ياما دكاترة كتير بيكسروا وبيطلعوا الضرس على حتت، يعني مفيش مشكلة. وطبعا بنعمل أشعة إن الضرس اتخلع بالكامل ومفيش بقايا جذور، طبعا الطبيب عارف شغله، بيعمل أشعة ويتأكد إنه الضرس كان مخلوع بالكامل ومفيش أي بقايا جذور، طبعا قبل ما يحط الزرعة، ده شغله يعني، هو عارف شغله، ما تقلقيش من الكلام ده. أستاذة وفاء شكرا جزيلا ليكي، منوراني. أستاذة وفاء اللي مش عارف ده إيه، ده دعم مادي للقناة. بنبه تاني عشان الناس اللي بتسأل يعني ايه دعم مادي، أستاذة وفاء هنا باين ستيكر لونه أزرق، ده اسمه دعم مادي للقناة. شكرا جزيلا أستاذة وفاء، منوراني. أنا سمعت عمل حفار. ما تقلقيش يا أستاذة وفاء، ما تقلقيش، ما يمكن عمل حفار وما دخلش على العظم يعني، ما بتتحسبش كده يا أستاذة وفاء، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. اصل انا عايزه اقول لك على حاجه، ما ياما ناس بتكسر ضروس وبتستخدم حفار عشان تطلع، يعني الطبيب مش غشيم قوي للدرجه دي عشان هو بيشيل يعني يشيل العظم كله معاه، ولا هو نصحك بزراعه عظم ليه؟ هو عمل ايه؟ لا ما مش ما تتخضيش قوي كده يعني، ما انا عايزه اقول لك على حاجه، العظم ده بيتبني، العظم ده بيبني عظم يعني، هو بس ايه يعني، طالما حفر فالطبيب يقول لك ايه، طب اساعد على الالتئام، تمام، واحط لها شويه عظم بودره كده ايه يساعدوا يقفلوا مكان الخلع يعني، تمام. سواء حط او ما حطش، هو الجسم بيبني عظم. طب ما انت فلنفرض الضرس ده اللي انت خلعتيه كان بجدرين مثلا، كان بجدرين، طب ما في ضروس بثلاث جذور، ثلاث جذور، تمام يا ستي، اعتبري شوية الحفر اللي عملهم اعتبريه جدر تاني، والعظم هيبني والجسم هيبني عليه عظم، مش مشكلة. انسي كل ده، احنا دلوقتي انسي كل ده خالص خالص، مش هي دي القضية، تمام. انا ممكن ضرسي يبقى باربع جذور،
الجسم بيملى فراغ الاربع جذور، الاربع اخرام اللي كانوا موجودين. الجسم اللي بيعوض جذر واحد خرم واحد هيقدر يبني عظم على جذرين، يعني خرمين، يعني ثلاثة، ثلاث اخرام، اربعة. العظم بيتبني. خدي شوية كالسيوم، لو اشربي بيض ولبن، تمام، ظبطي نسب فيتامين دي في جسمك، تمام. وبرضو ارجع واقول مفيش، انسي بقى الكلام ده كله، بتعملي أشعة وتشوفي حجم العظم اللي عندك قد إيه، والطبيب على أساسه. ينفع زراعة؟ أوكي. ينفع محتاجين تطعيم عظام؟ أوكي، بنحط العظم الصناعي في يوم الزرع. والعظم الصناعي دي عملية سهلة وتافهة جدا، وهو أصلا فاتح، بياخد زي أمبولة بودرة، بودرة عظم صناعي، وبيخلطها بشوية دم من عندك، من دم من السوكت نفسه، من شوية دم من اللثة المطرح الفتح، بيعجن العظم البودرة مع شوية الدم وبيكبسهم، وخلاص هي دي عملية زراعة العظام. وبعد كده بيحط الزرعة فوقيها، بيربط الزرعة ويخيط اللثة، ده لو فتح اللثة أصلا، لأن في ناس دلوقتي بتشتغل بحاجة اسمها جايد، ما بتحتاجش فتح لثة أصلا، ما بتفتحش بالمشرط، بتفتح زي خرم من فوق كده، خرم. فبرضه لو هو ماشي بالتكنيك الجديد مش هيحتاج يفتح، يعني في ناس دلوقتي ما بقتش بتفتح اللثة وتعمل غرز وكده، تمام؟ وخير إن شاء الله. برضو اللي معايا على البث عايزة منكم اقتراحات لحلقات قادمة. انا ان شاء الله هعمل لكم حلقة النوم بطقم الاسنان، هحذركم فيها من النوم بطقم الاسنان. عايزيني ارجع اعمل لكم حلقة طبية عامة تاني، لان انا كنت بعمل حلقات طبية عامة خارج نطاق طب الفم والاسنان والفكين، كنت بعمل حلقات طبية عامة كل فترة، بحيث برضو الناس تستفيد أقصى استفادة من القناة. حابين أتكلم الفترة الجاية في أطقم الأسنان المتحركة، حابيني أتكلم أكثر عن الزراعة، حابيني أتكلم عن أطقم الأسنان المثبتة أو المحملة على ذراعات الأسنان، حابيني أرجع أعمل حلقات طبية عامة. أرجو منكم برضو اقتراحات لحلقات الشورت أو الحلقات القصيرة، المنتدى ونشاط المنتدى، وأتمنى منكم أفكار لتطوير القناة، ده برضو شيء هيسعدني. قبل ما أنهي معاكم البث المباشر، لو في حد عنده أي سؤال أو استشارة أو استفسار سريع يكتبها قبل ما أنهي معاكم البث المباشر النهاردة. سنة منورة دكتورة. آر إتش، هل تدليك اللثة يساعد على بناء العظام؟ طبعا بالطبع، بيساعد على بناء العظام في حالة الخلع. لو احنا خالعين وعايزين العظم يتكون بسرعة ويقفل مكان الجرح ومكان العظم اللي اتخلع، لكن لو حضرتك خالع او لابس طقم، تمام، حضرتك خالع او لابس طقم، ايه، التدليك مش هيبني عظم، العظم اللي اتاكل ما بيتبنيش. عشان كده احنا بنعمل عمليات ترقيع العظم او تطعيم العظم او زراعة العظام، ولكن التدليك هيساعد على تقليل نسبة تآكل عظام الفك، تمام؟ ولو انت اسنانك الطبيعية موجودة هيقلل لي تآكل العظام، هيقلل لي ضمور اللثة، هينشط الدورة الدموية، هيساعد على الدم ينضفق نحو اللثة ونحو العظم، وبيغذي العظم كأنك بتغذيه، تمام؟ فطبعا مهم جدا، لكن يبني عظم في حالة ان انا خلعت وطبعا ما بدلكش الجرح، بدلك بعديها بثلاث اربع ايام لما الجرح يبتدي يلم والنزيف يقف، ابتدي ادلك واعمل كمادات ميه دافيه، ده هيساعد على بناء العظم. لكن زي ما قلت، طالما خلعنا فقدنا اسناننا خلاص، يا فقدان الاسنان بعد سنه اتنين خلاص، العظم اللي راح ما بيرجعش تاني.
سنة جيت متأخرة، منوراني، شكرا. سنة دكتور زراعة الفكين على 4 تسمح لي أكل المكسرات. بنخاف ال بنخاف ال السنة تطير من التركيب، لأن هو في الآخر ده طقم معمول من بورسلين وزركونيوم أو ريزين حتى، فممكن تاكلي سنة تطير أو سنة تتشرخ، تمام؟ فيعني لو نفسك قوي ممكن ناكل سوداني طري، نحاول نكسر المكسرات كده شوية بحيث تاكليها تبقى أقل شوية. وبعدين خلي بالك برضو نقطة مهمة جدا، المكسرات دي بتبقى ناشفة وبتعمل لي قوة غير متساوية، انت كده بتعملي زيادة في تآكل عظام الفك، ما هو العظم كله مش قايم على 4 ذرعات بس، يعني 4 ذرعات هيحمولي الفك من التآكل، لكن مش هيحمولي التآكل 100%، لأن هما برضو 4، هما مش 6، والستة برضو يعني أصل أنت معرضة لتآكل عظام الفك برضو ولو بدرجات بسيطة، المكسرات هتعجل بتآكل عظام الفك، تمام؟ يعني حاول نكسرها بس مش هنحرم نفسنا، أنت لو بتحب المكسرات كلي مش هقولك لا، بس حاولي تكسريها بره، تكسريها شوية أو تفرميها في المفرمة، اديها ضربة في المفرمة خفيفة، تمام؟ احتياطي يعني. وطبعا ما بتكسريش بأسنان الطقم، بالكسارة بره، بالكسارة بره يا سنة، بس ما تحرميش نفسك من المكسرات يعني. دهمان، ما شاء الله عليك يا دكتورة، شرحك وكلامك وردك لكل متابعينك رائع بمعنى الكلمة، شكرا جزيلا ليك، منورني. سنة شكرا ليكي. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، سعدت جدا بيكم، سعدت بوجودكم، أتمنى تكونوا فعلا استفدتم من بث مباشر النهاردة ومن الإجابة عليكم وعلى أسئلة الآخرين. بشكر مرة أخرى أستاذة وفاء، دعمت القناة ماديا من خلال البث المباشر النهاردة من مكاني، بشكرها شكرا جزيلا. أشوفكم في بث مباشر قادم وفي حلقة مسجلة قادمة، لكم مني كل التحيات وطاب مساءكم.